السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد سعيد من قناة تقسيم توقيت. يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله النهاردة هناخد قصة خفيفة كده ظريفة مستوى أول، بعد ما خلصنا الشورت أو والشورت إيه والشورت أو، يعني شورت فاولز عامة. الطفل ينفع يقراها ويقراها كويس جدا جدا. القصة بتقول at the farm، في المزرعة، هنشوفها مع بعض. طبعا ما ينفعش الطفل، لازم يكون مخلص فونكس علشان يقرا الجزء ده. طيب هنا بيقول لي الاول جايب لي كلمات، الكلمات ديت هتكون في القصه. ان شورت اي طبعا، كان فيكس شورت اي، هات شورت او، مان شورت اي، سيكس شورت اي، ات شورت اي، كابس شورت اي، هاتس جان، اوكس شورت او، تن شورت اي، بد شورت يو، اجز شورت اي، هنز شورت اي، كيدز شورت اي، ريب شورت اي. طبعا انت شايف القصه هتكون داخل فيها شورت فاولز. طيب هنا بيقول لي سايت ووردز، الناس بتسال يعني ايه سايت ووردز وتريكي ووردز. سايت ووردز اسمها الكلمات اللي بنقراها من كتر اتعودنا عليها، اتعودنا عليها، فالطفل مش محتاج ان هو يقول ذا اتش ميكس ساوند، ها اي ميكس ساوند، ايه، لا، اول ما يشوفها على طول دايركت يروح قايلها، زي كلمه ايه، ا هيلب ميكس ذي اند هاي سم وونتس ابل از تيتشر وي ار يو ثانك يو. دي كلها كلمات طبعا الطفل مش محتاج ان هو يعرف الفونكس اللي فيها، هو بيعرفها من خلال تكرار، بتتكرر كتير جدا جدا قدام. ار جوس ثانك يو فار لايكس ذا هابي ميك ذير. طبعا دي كلمات كل جمله او كل درس موجوده فيها. تعال نقرا القطعه كده او القصه. بيقول لي ذا كيدز ار ات ا فارم ذي ار هات. ذا كيدز، لو انت عايز تحفظ شويه فوكابلري تجيب كراستك وتنقل كلمات. كيدز يعني اطفال. ايه الفرق بين child children وkids؟ الاثنين معناهم واحد ومعناهم اطفال، امريكان وبريتش. are at a farm، في المزرعه. they are hot، هم يكونوا، هنا مش معناها سخن، هم حرانين، الجو حر جدا جدا. they are طبعا الجمع hot. طيب الولد بيقول هاي او البنت بتقول هاي. The teacher makes some juice. المدرس أو المعلمة أو المدرسة بتعمل بعض الإيه؟ العصير. They make six hats and caps. هم صنعوا أو بيصنعوا six hats and caps. طبعًا دي كلها هنا كلمة teacher long E. الـ EA بتعمل long E والـ CH makes a sound ch والـ ERR. The teacher makes long A. Some الـ O هنا بنتها like short u. some use ال u i بتعمل صوت ال u sound use. they ال e a ال e y بتعمل long a. عشان كده بقول دايما اللي هيشتغل منهج او يشتغل اي حاجه لازم يكون واخد فونكس، لان وانا بشرح اقول they e y بتعمل long a، خدناها في long a، make long a، six short i، hat short a، and short a، caps short a. فالطفل لو مش واخد فونكس هيقول لك الراجل ده بيتكلم في ايه، تمام، الراجل ده بيعمل ايه، هيحس ان هو تايه. الا بقى لو كان بيشتغل مع حد وبيشتغل على طول من دون ما يوضح الفونكس اللي فيها، لان ده بيسهل على الطفل يحفظ الكلمه. The teacher makes some juice. They make six hats and caps. هم صنعوا ست طواقي وكابات. زي ما انت شايف اهو الصوره. نكمل. The man can fix a rib. The man الرجل كان يستطيع fix. كان بيجي وراها فعل مصدر. كلمه rib معناها مزق او قطع. الراجل عمال يخيط القطع اللي فين، اللي في الطاقيه. they help the man، هم بيساعدوا الراجل. ركز معايا كده في كلمه ذا. ذا ده حرف مركب بنطقه ذا، وليه نطقين، يا اما اقول ذا يا اما اقول ذي. امتى اقول ذا وامتى اقول ذي؟ اقول ذا لو الكلمه اولها حرف ساكن فبقول ذا عادي جدا جدا. طب لو اولها حرف متحرك زي او اي يو اي بقول ذي. تمام، مهم جدا ناخد بالنا من الجزئيه دي. The man can fix a rib. The حرف مركب، man short a، can short a، fix short i، a short a، rib short i، ناخد بالنا من حرف الار، rib. They long a، help. ال ال هنا جايه وقبلها حرف متحرك فلازم اقول عليها كده help، ما اقولش help، help. The man، نكمل. هنا في حصان، تمام، وهنا بيديله ايه؟ التفاح. تعال نشوف. Bud wants and ان ابل. بانتس ده اسم ايه؟ اسم الحصان ده اسمه باد شورت يو. ذا يو ميكس ساوند اه. طيب هنا كلمه وانتس ليه يا مستر؟ ما قلناش وانتس، مش قلت الاي ميكس ساوند اه؟ الاي ليه نطق كتير جدا جدا جدا، منها الحاله دي لما يجي ورا الدبليو بنطقه او، اقول وانتس وافتح بقي كده.
لو امريكان بقول وانت، ما اقولش وونتس، وانت. طب لو بريتش بقول وونت، وونت تبقى زي الواو كده، وونت. بود وونت ان ابل، ليه حطينا ان هنا؟ عشان ابل تبتدي بصوت متحرك، ما ينفعش اقول ابل، اس غلط. There is an ox. There is an ox يعني يوجد هنا ايه؟ تور، ثور يعني. الان برضو قبل كلمه ox، خد بالك من نطق الاو، ox، ما اقولش ox، ox. تاني، but wants an apple. There is an ox. الطفل لو عارف الحالات اللي فيها هيقرا القصه بكل سلاسه ولازم نوضح ليه. تعال نشوف ايه قصه الفراخ دي. بيقول لي جان لايكس ذا هنز. جان البنت دي اسمها جان، ج ج لايكس لونج اي ذا هنز شورت اي، والاي بتقوله بوقت مفتوح هنز، ما اقولش هنز، هنز. there are 10 eggs. لو عايز تقولها بسرعه تقول زي. There are 10 eggs. There are 10 eggs. There are 10 eggs. عشان كده ما بنفهمش الاجانب في كلامهم، لكن احنا بنقول there are 10 eggs. لا، there are 10 eggs. There are 10 eggs. There are 10 eggs. There are يوجد 10 eggs يعني 10 بيضات. Thank you. الولد بدي المدرس بيديهم عصير، بتقول له thank you. نكمل. We are happy. احنا سعداء. We احنا بنتكلم عن نفسها. Are happy. Happy فيها short A وال P makes a sound P P وال Y بتعمل long E في الآخر. Happy. طب في هنا علامة ترقيم، هي بنكتويت ترقيم، بنستخدمها امتى؟ exclamation mark. We use the exclamation mark when we show strong feeling. لما احنا نبين شعور قوي بنحط الايه؟ بنحط علامه استفهام. طبعا وده عندنا في المنهج. We are happy. طبعا كده القصه خلصت. جايب لي هنا ايه؟ activities. هنا اسم البنت، ده اسمه كاب، ده هوت حران. تمام، قصه نقراها نكتبها عندنا. عايز اخد سكرين شوت توقف الفيديو على الكلمات. تمام. هنا بقول لي notes before reading، قبل القراءة. Children point to the cover and name things they know. بيشاور على الحاجة ما عارفة. Children try to read the title. يقروا العنوان. العنوان. While reading. خلال القراءة. Children listen to the story. استمعوا القصة زي ما أنا عملت. Point to the picture as they listen. اللي هم بيسمعوها يشاوروا ليها. This will help them understand the story. ده هيساعدهم إن هم يفهموا القصة. Example. على سبيل المثال، point to the children and the apple trees in the background on page 44. بقول لي شاور على الأطفال والأشجار في الصفحة رقم 4. For the kids are at a farm. صورة الأطفال اللي في المزرعة. Children listen to the story again. الأطفال بيسمعوا القصة تاني. And read along. ويقروا كتير. Children read the story. يقروا القصة. Help them with words they do not know. أيوة. لو انا بقرا بقى في حاله مثلا معينه، وده اللي انا منعه في كتابي، جايب كلمات فيها لونج فاول في وسط الشورت فاول، هو بيقول لك خلي الاطفال يبصوا عليها مره واتنين وتلاته عشان ايه؟ يقروها. ولا ده منعه عندي في كتبي، ما بخليش حاجه قدامهم ما اخدهاش، لا بحط جمل كلها اخدوها. هو بيقول لك هنا الحاجات اللي هم ما اخدوهاش خليه يبص عليها اكتر من مره عشان تبقى سايت ووردز، احفظها عن خلال الايه؟ التكرار. After reading، بعد القراءه. Children point to the picture and name things they know. يرجعوا بقى يشاوروا على الحاجات اللي هم عارفينها. Children read the phonics words and sight words on page 3. يرجعوا يقروا الكلمات اللي في صفحه 3. Children take on the role of one of the characters. كل واحد يمثل شخصيه من الشخصيات، ده محادثه طبعا. Role play the story. Cover up some words in the story. غطي بعض الكلمات في القصه. Read the story and stop at each covered up word. اقرا القصه وقف عند الكلمه انت مغطيها. Children say the missing word. بيقولوا الكلمة المفقودة اللي انت مغطيها. Children do all the activities on page 12 to 15. الأطفال هيعملوا كل الأنشطة في صفحة من 12 ل 15. Check answers. افحص أجابتهم with the children. مع الأطفال. Children talk about the story. كل واحد بقى هيقول رأيه في القصة. What did they like? وهم حبوا إيه؟ كده احنا خلصنا. تمام. هنا بقول لي at the farm. هنا إيه؟ هنا بقول لي الفونكس اللي جه في القصة شورت A. تمام، وشورت اي وشورت اي زي ما احنا قلنا في اول ايه القصه. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديوهات اخرى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.